بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي أنساتي سادتي أحبائي في كل مكان، طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم معنا في سانتياغو برنابيو، ومع الجولة 29 ومع الموعد الكروي الأهم على مستوى أوروبا بل قل على مستوى العالم، ما يعرف بالكلاسيكو، لحظة الحقيقة والمواجهة المرتقبة والتي يترقبها كل عشاق أو كل عشاق المستديرة في كل مكان. ريال مدريد وبرشلونة الليلة، وريال مدريد والبرسا هذا المساء. نحن وإياكم أمام سهرة كروية ننتظر وإياكم أن تكون ممتعة، نترقبها وإياكم في ملعب سانتياغو برنابيو. الآن مضغوط عليه بجانب جانب، رونالدو يحاول مرور، مضغوط عليه من أكثر من لاعب. الهجوم للبرسا، التمريرة لنيمار، وكرة الآن بوسكيتس، مضغوط عليه من جانب كارفاخال، بيل لكريم، وبنزيما يلعب كرة لكنها بعيدة خطيرة، ضاعت من كريم. جافي أمر يلعب كرة، فريق الملكي الأبيض يضغط، كرة من جانب بيل باتجاه رونالدو، ولكن ألفيش في التغطية، وبعد ذلك ضربة مرمى رونالدو. الكرة تصل إلى نيمار، محاولة برشلونية، لمسة لميسي، ميسي مع انيستا يلعبها لانيستا، وكرة جول، هدف للبارسا. الله يا ليو، الله يا انيستا، لمسة ساحرة جميلة، وانيستا باليسرى، الأجهزة الذكية ليس لاعبين. نيمار وبيبي، نيمار يحاول لكن التغطية من المدافع القوي، بيل ينطلق، بيل يلعب كرة، وفرصة الكريم، بنزيما يمر، وكرة سهلة لفيكتور، سهلة لبالديز، كرة بنزيما. الكرة من كارفاخال، تمرير دي ماريا من الأول، مر من الثاني، مر من الثالث، مر بكرة، وكريم على اليمين، كارفاخال يمر لكن بيكيه، والمرور صراع برازيلي أرجنتيني مع الميش. الكرة طالت، كرة تضغط من جانب بيبي، سيسك تمرير الأمام، كرة باتجاه ليو، وميسي في مكان، كرة خطيرة ضاعت من ميسي. يا إلهي، نيمار، نيمار يحاول، بيبي تغطية ممتازة، مباراة مفتوحة في مقابل هدف، ولكن بعد ذلك ريال مدريد عاد وسيطر، والكرة خطيرة لمصاعد نيمار في مكان، كرة جميلة، ولكن الدفاع يتدخل، مارسيلو، مارسيلو الوحش تدخل بشكل رائع جدا أمام نيمار. يا إلهي على المساحات الموجودة، على الأخطاء الدفاعية الواضحة، يحاول البحث عن الحلول، نيمار محاصر، نيمار يمر، يحاول بكرة، ولكن التغطية، التدخل اللي كان مع بيبي من جانب نيمار، لن يعطونها الفرصة لأن يتنفس بلغة كرة القدم اليوم. رونالدو من جانب عناصر البارسا، ولن يسمحون له بأن يفعل شيء أو أن يتنفس بلغة كرة القدم عن ميسي ورونالدو وكريستيانو. بكرة على اليسار، لمسة جميلة إلى دي ماريا، البحث عن العرضيات، كرة عرضية جميلة وخطيرة بالرأس، وكرة جميلة، بل في منتهى الروعة. كل شيء هذا المساء يوحي بكرة قدم من كوكب آخر، ولكن هنالك إصابة لدي ماريا، إصابة للمتألق في الكلاسيكو دي ماريا، والتمريرة لبيل، تغطية من الدفاع، دي ماريا على اليسار لمارسيلو، تحرك من دي ماريا، خطيرة للريال، وكرة عرضية، دفاع، وكريم كريم.
فعلوها قلبوها أثار الجماهير أتى من جنون ملكي مجنون كريم رائع وهدف رائع وروع للريال كرة مع ألفيش دي ماريا وألفيش دي ماريا يمر ويلعب كرة جميلة وكريم الراس كريم خطيرة ولمسة وبيكي يتدخل يا إلهي هذا جنون نعم هذا جنون هذه لقطة دي ماريا ما الحل مع دي ماريا مارتينو ما الحل مع دي ماريا أمام خمسة لاعبين كرة لمصلحة الريال ولكنها تصطدم وتسديدة مودريتش بعيدة بعد ذلك مخرج المباراة عليك أن تبقى في لقطة أفضل من ذلك أن تظهر لنا لقطات أفضل من ذلك الانطلاقة الهجومية لمسة تصطدم وخطها في مكان خطير ذكية جدا من جد كرة تسافي قوية لكنها في الجدار التي برشلونة عرضية باتجاه ليو يحاول المرور رونالدو لبيل وبيل يمر وكرة طالت عليه وبعد ذلك انتهت خطورتها إنييستا يمر يلعب الكرة لسيسك ولكن بيبي يستر يلعب كرة خطيرة وعرضية جميلة مودريتش يتدخل رونالدو مضغوط عليه رونالدو اتجاه نيمار نيمار يمر نيمار يحافظ على الكرة يكسب خطأ مع نيمار لابد من ارتكاب الأخطاء يعرفان بعضهما جيدا في سبيرز مع توتنهام وهنا بيكي تدخل وبعد ذلك رمية جانبية داني ألفيش كرة عربية كرة تحرك من جانب رونالدو تمريرة لكريستيانو بيكي في التغطية وخطأ لمصلحة بيكي مباراة كبيرة حتى الآن بالنسبة لبيكي ضد كريستيانو رونالدو لمسة من ميسي الوانتو جميلة ميسي يحاول أمام راموس ميسي بينية لنيمار خطيرة وكرة وميسي فعلها اليوم الله مارك الله يا ميسي هدف ليونيل هدف ميسي هدف للبارسا عادت برشلونة أن يسجلوا عادت برشلونة ألف المباراة بالتعادل وعادت برشلونة في أن لا يخسروا بسهولة المدافع الأيمن كارفاخال عربية خطيرة بنزيما يا إلهي جميلة من كريم ألم نقل أنها مفتوحة على كل الاحتمالات وأنها مقبلة ربما بعد ذلك إلى مزيد من الأهداف مزيد من الإثارة يبحث عن حل يلعب كرة بين مناطق فريقة يستعيدها مع سكيرانو يعيدها للبارسا خطيرة باتجاه بيكي ولكن هنالك خطأ ضد الشوط الثاني يأخذ دور الهجومي وكرة عرضية بيل ينطلق يحاول مرور بيل يحاول بيل يمر وكرة الكريم يا إلهي جميلة من الويلزي وكرة تصل بنزيما إلى رونالدو كريستيانو كريستيانو يمر ركلة جزاء 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 لريال مدريد رونالدو كريستيانو هدف ثالث للريال عاد كريستيانو بان ظهر وبالفعل يسجل في الكلاسيكو مرة أخرى لقطة جميلة جدا كرة عرضية خطيرة لمصلحة الريال بنزيما بالكعب وكارث بيل في مكان خطير وفالديز يتألق كرة خطيرة ومرة أخرى المخرج يسبب لنا مشكلة مع هجمة أخرى يبحث عن حل يلعب الكرة ولكن التغطية من مارسيلو لمصلحة البارسا عرضية نحو القائم الثاني لكنها تبعد من جانب الدفاع عن تسديدة جميلة ولكنها فوق المرمى جميلة من الرسام ريشة الرسام جميل نيمار في مكان رائع وكرة فقط أو القائد لمسة من جانب ميسي جميلة لنيمار نيمار يمر ركلة جزاء للبارسا طاردني راموس وركلة جزاء لبرشلونة يا إلهي مصلحة البارسا
خسر، وميسي من أجل التعادل جزية اللي يلعب الكرة. تعادل لبرشلونة. الله يا ميسي، نعم أعادهم ميسي، نعم سيمر ويلعب كرة. تغيير قادم للبارسا، نيمار سيترك مكانه في مباراة اليوم بعد أن تألق في هذا الكلاسيكو. على جهة اليمين كرة عرضية خطيرة تعود إلى مارسيلو أو بيبي. خطأ احتسب الحكم لريال مدريد، خطأ احتسب أونديانو مايينكو. البارسا على جهة اليسار عرضية تصطدم في كارفاخال متاحة، العرضية خطيرة باتجاه بوسكيتس، راسية بعيدة جدية في مكان خطير، دي ماريا باتجاه كريستيانو، تغطية من الدفاع سي، وبعد ذلك الثاني الفيش كرة والقائم وبيدرو خلصها فاران. وكرة لنيستا، ميسي بالكرة، بيبي في التف من جانب بيبي، عرضية باتجاه بيل مضغوط عليه ولكن حكم المباراة لا يشير إلى شيء. كابرو محاولة باتجاه بيدرو ولكن التغطية أمامه، كارفاخال يقوم بالتغطية. ميسي وبيبي كلمات بين بين قوسين بين الأسطر. دي ماريا كرة عرضية باتجاه رونالدو، بيكي تغطية ممتازة، مودريتش، جوردي ألبا في التغطية، وحكم المباراة يشير إلى خطأ لمصاعة ألبا، خطأ لمصاعة المدافع الأيسر. بيل يصل كرة من ماسكيرانو جميلة لكنها فوق المرمى من جانب ماسكي، ماسكي تسديده لكنها فوق المرمى. بيدرو انيستا على جهة اليسار يحاول، مضغوط عليه ولكن التغطية من الونسو. ركلة جزاء لبرشلونة، صفر مايينكو واعلن عن ركلة جزاء للبارسا مرة أخرى. كثير من الرغبة في أن يسجل الآن الهاتريك في سانتياغو برنابيو. يلعب الكرة، جول ميسي مرة أخرى، هدف رابع للبارسا من ركلة جزاء. ميسي يسجل في سانتياغو، يحاولون عن طريق داني ألفيش، لمسة لمصاعة أليكسيس في مكان خطير، أليكسيس متسلل، أليكسيس متسلل. هل خسر ريال مدريد أم لا؟ تسألوني، أقول لكم أنه لم يخسر بعد، وريال مدريد والآخر، ولكن الريال لديه كرة ثابتة تركبها الكل، عرضية تجابي بعد من الدفاع. يبتسم ميسي، لماذا يبتسم وهو يسجل هدفه رقم 12 في البرنابيو؟ يا لهذا الرقم المخيف، الرقم الكبير أمام فريق بحجم ريال مدريد وفي سانتياغو برنابيو. كرة في معودة بعد ذلك، كرة عرضية خطيرة لكن لوبيز على مرتين، ليو اللي يلعب الكرة لكن الدفاع، ولمسة وأليكسيس بالكرة لكن فاران يتدخل وصافرة تنطلق في هذه الأثناء لتعلن نهاية الكلاسيكو لمصلحة برشلونة. الكلاسيكو الكتالوني مرة أخرى في سانتياغو برنابيو بقيادة الهاتريك لميسي وهدف لإنيستا مقابل هدف لرونالدو وهدف لبنزيما. برشلونة يجعلون الفارق إلى نقطة واحدة بقيادة البرغوث، ونحن في زمن البرغوث. سيداتي وسادتي، نشكركم لحسن استماعكم أحداث مباراة اليوم، ونلتقي في مباريات قادمة. شكرا لكم وإلى اللقاء.